تحرش، تعديات لفظية وجسدية، واعتداءات جنسية متكررة، ممارسات عم بتصير بقرى أطفال SOS بلبنان بحسب شهادات حية. قصص مأساوية من بينها ما حصل مع رامي نجيب اللي بلغ سن 19 وقال إنه تعرض لأهمال صحي ونفسي ومعنوي حتى وصل فيه الأمر لمحاولة الانتحار. هو حالياً بالمستشفى. القضاء اللبناني تحرك بشخص قاضية الأحداث بجبل لبنان جوال أبي حيدر بعد إخبار قدم لها في شباط بهذا الشأن. جسور تواصلت مع مصدر داخل المؤسسة رفض الإفصاح عن اسمه، أفادنا بأنه بعض المراهقين بيتناولوا أدوية أعصاب وأدخل ولدان إلى مصاح للأمراض العصبية. مراهقين آخرين تعرضوا لتحرشات واعتداءات جنسية متكررة، فيما يفتقد بعض الأطفال للمستلزمات والضرورات الأساسية للعيش. بحسب المصدر نفسه وجدوا مراراً حبوب مخدرة وبقايا سجائر بمراكز إيواء اليتامى. وفي خضم كل هالادعاءات رفضت إدارة SOS كل هيدي التهم، مؤكدة حرصها على كل طفل وشاب بعيش تحت جناحها، لكن الكلمة الفصل بهيدا الملف تبقى للقضاء.